ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاي النهارده اكلمكم في كذا موضوع. الموضوع الثاني هو البرنامج الخطير، اما الموضوع الاول فده اللي انا هكلمكم فيه دلوقتي، وهو اني عاوز اخلي القناه دي ان شاء الله بيرسونال ايدوكيشنال شانل. يعني هي كانت ايدوكيشنال بس عاوزين نخليها بقى بيرسونال الاول، يعني بيرسونال قبل ايدوكيشنال. طيب ايه اللي احنا نعمله عشان نخليها بيرسونال؟ بيرسونال يعني شخصيه، ايدوكيشنال تعليميه. فايه اللي احنا نعمله عشان نخليها شخصيه قبل ما تكون تعليميه؟ والله اللي احنا نعمله اني هنزل برامج شخصيه فيها فلوجز وكده، زائد ان انا الكورسات اللي انا هنزلها مش هيجي ليكم اشعارات بيها كلها، هيجي اشعار باول فيديو من كل كورس، وبعد كده كل الفيديوهات التانية هوقف اشعاراتها، مش هتيجي يعني، عشان فقط تبقوا عارفين ان في كورس معين نازل، فهيجي اشعار في اول فيديو خلاص. اما الفيديوهات الخاصة فهيجي لكم اشعار بيها كلها، هي مش هتبقى كتير يعني، ماكسيموم واحد في اليوم، فمش هتبقى كتير. لكن الكورسات ممكن يبقى اكتر، ممكن فجأة انزل مثلا 12 فيديو كورس كامل في يوم، فلا مش هيجي بقى 12 اشعار او 12 نوتيفيكيشن ليك يعني على التليفون، مش لطيف خالص الموضوع. اصلا ماكسيمم 3، فمش هينفع اصلا انزل الثلاثه، هي واحد وكل باقي الكورس مش هيجي لكم باشعارات ثانيه. بس هي طبعا الفيديوهات موجوده، ممكن تبحثوا عنها او تيجي في الترجيحات بتاع الفيديوز على اليوتيوب وغيره. دي اول حاجه. ثاني حاجه البرنامج الخطير. طيب نقعد بقى شويه عشان نعرفكم بقى البرنامج الخطير. انا طبعا بشحن التليفون بتاعي، انا قاعد كده يعني عشان نخلي البساط احمدي زي ما بيقولوا، وده معناه ان نخلي الموضوع بسيط وعادي، او في مثل اجنبي بيقول keep it simple so let's keep it simple، يعني خلينا بسطاء على طبيعتنا. فقاعد على الارض اهو وبنتكلم على طبيعتنا. طيب البرنامج الخطير بقى هيبقى ايه؟ هو هيبقى برنامج خواطر اسلام همام، لان في خواطر قبلي للشيخ الشعراوي، اول واحد عمل خواطر، بعد كده احمد الشقيري، وبعد كده باري، ففي كذا واحد عمل خواطر وكلهم كانوا برامج كويسه ما شاء الله يعني، وبرامج هادفه وناجحه. وبرضه برنامجنا هيبقى ليه نفس الهدف، ان هو برنامج هادف ان شاء الله، واتمنى ان هو يكون ناجح. البرنامج هيتكلم عن ايه بالظبط؟ هو البرنامج هنتعمق في الامور الحياتيه، يعني هنشوف الامور الحياتيه وننظر بيها نظره فلسفيه اكتر، يعني مش مجرد نظره ايه ظاهريه. وده لان كل الانسان ما بيعرف اكتر عن نفسه او بيفهم الامور اكتر او بيوضح له حاجات كتيره في الحياه اكتر، مش بس من وجهه نظره، من وجهه نظر الاخرين، بيبقى قادر انه يتعامل بشكل افضل، بيبقى فاهم الدنيا اكتر، فبيطلع انتاج احسن. وفي حديث عن سيدنا محمد بيقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لان طبعا اللي بيعرف قدر نفسه ولا هو بيديها زياده عن طاقتها فتتعب، ولا بيديها اقل مما يمكن ان تفعله، فمجهودها او افادتها للمجتمع ولنفسها يبقى اقل من اللي هي تقدر تعمله. هو بيبقى عارف قدر نفسه. وطبعا الانسان لما يكون عايش في واقع، الواقع ده وحش مثلا، ولكن هو شايف ان هو حلو، او هو يعني مش مصدق كده، او بيقنع نفسه ان هو حلو، خلاص انت مدام انت مقنع نفسك ان الواقع بتاعك حلو هتغيره ليه؟ مش هتغيره. فاذا معرفة الواقع ده اول طريقة لتغيير، ده اول حاجة. زائد برضو ان في حاجة تانية، ممكن انسان يبقى قاعد في واقع كويس، ولكن هو شايف ان الواقع ده وحش جدا، شايف ان في ناس كتير غيره احسن منه، ممكن يكون ده حقيقي، بس هي النقطة في ايه؟ ان لازم الانسان يقدر قيمة النعم اللي هو موجود فيها. هو يقدر قيمة النعم، لان هو لو ما قدرهاش هيعيش طول عمره انسان قانط حزين، مش هيشعر ابدا بسعادة ولا برضا، ودي مشكلة تانية في حد ذاتها. احنا نتكلم عن الحاجتين دول ان شاء الله في برنامج خواطر. كل فيديو هيبقى ليه موضوع معين، نقعد نتكلم مع بعض، نناقش بعض، ممكن فيديوز تبقى لايف بحيث ان احنا نتناقش يعني اسئلة ونرد عليها، او انتوا تسألوني وانا اسألكم عادي، يعني نفهم بعض الامور قد تكون غايبة عننا او عن ذهننا، لان الحياة مشاغل وبتشغلنا عن اننا اصلا نفكر في اي حاجة تانية غيرها. فنرجو من ربنا ان يوفقنا،
وشكرا لكم، أرجو أن أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.